تعطت إشارة اقتفاء ولكن بسهولة بسهولة في يد الحارس. نصر إبراهيم، حسينة، تيمومي، حمدي، تيمومي، خطأ مرة أخرى ضد رقم خمسة جمال عبد الله. حمدي ولا غير في الخطأ. لعند حسينة مرة أخرى حمدي. حمدي لعند عزيز، عزيز ما تمكنش من الكرة ديالو، دخل المدافع الأيمن وتيبعدها، مشات لعند حسينة. حمدي، حمدي كرة عالية في اتجاه العزيز، مشات لعند هيدامو، هيدامو سبقوا الكرة أشرف قاسم لمريس. حسينة، تيمومي، تيمومي كرة في اتجاه عزيز، عزيز دخل المعترك ولكن الحكام تيعنى على ضربة خطأ لفائدة الجيش الملكي، لأن جوج ديال اللاعبين وقفوا أمام الكرة، ما خلاوش عزيز يمشي في اتجاه الكرة من ضربة خطأ داخل المعترك، ضربة خطأ غير مباشرة كما تلاحظوا. الحكم رافع يديه. 22 دقيقة تيمومي هو اللي غادي يقذف كل اللاعبين ديال الفريق المصري بالطبع امام المرمى، اضافة الى 7 ديال اللاعبين من فريق الجيش الملكي. تيمومي هو اللي غادي يقذف قذفات كرة دائرية ولكن في يد الحارس. سينا عميقة في اتجاه تيمومي، بالفعل تيمومي بالراس أمام العزيز، أمام العزيز يتمكن من الكرة، محتفظ بالكرة، انزلاق أمام تيمومي، تيمومي يقذف، أي 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 أي، هذه فرصة لفريق الجيش الملكي، عزيز نزل الكرة ممتازة لتيمومي اللي يقذف ولكن الاتجاه ديالها كان تحول، إعادة الآن، تلاحظوا أن تيمومي كان ضيق أحد العناصر، حسينة. حسينة عميقة في اتجاه رموكي، رموكي خرج لعزيز وضربة جزاء، بالفعل ضربة جزاء واضحة، ضربة جزاء تأتي في الدقة 31، احتجاج الحكم كما تلاحظون من طرف عناصر فريق الزمالك المصري، وكان الحكم كان قريب من العملية وكانت كان أحد العناصر دخل بوضوح. الإعادة الآن، رموكي كرة دائرية، العزيز تهز ولمسة يد، لمسة يد واضحة حيث أنه ما كانش ينتظر الكرة تنزل أمامه وتيهز يده تدير حركة وتتمس اليد ديالو. إذا ضربة جزاء لفريق الجيش الملكي تأتي في الدقة 31 من الشوط الأول، غالبا الشيشاوي غيتكلف بتنفيذ هذه ضربة الجزاء. دائما كما تلاحظوا عناصر فريق الزمالك دارن بالحكام. حكم ديال الوسط سجل شرط ربما يوجه انذار، بالفعل طرد مدرب الفريق، طرد مدرب الفريق، طرد مدرب فريق الزمالك، ما عندوش الحق تماما باش يغادر المكان ديالو،
حمدي باش يطلب من الحكم ان يحسب الوقت للوضائع، ما خصوش يضيع الوقت على حساب فريق الجيش الملكي. اذا اللي غيتكلف بتنفيذ ضربه جزاء هو شيشه، كره توضعت في النقطه ديال الجزاء. محاولة عناصر فريق الزمالك باش ينرفزوا العناصر ديال فريق الجيش الملكي. هذه الطريقة تنشوفوها في الدول المتخلفة، ما تنشاهدوهاش في الدول المتقدمة تماما. الجمهور تحتج كما توصلكم الصدى. إذن أخيرا تتوضع الكرة في النقطة ديال الجزاء. ربما الحكم غيوجه إنذار ثاني لهذا عميد الفريق ديال الزمالك محمد صلاح. يستعيد شيشه قداف وسجل الاصابه ديال التعادل. اذا 1-0 الان لفريق الجيش الملكي، 1-0 والمسجل هو شيشه. ضربه جزاء تعلنت على الدقه 31 وبعد 3 ديال الدقائق عاد تتنفذ ضربه جزاء. اذا 3 ديال الدقائق ربحوا بهذه الطريقه ديال اخذ والرد والاحتجاج على الحكم على اي. 1-0 الان، شيشة هو اللي سجل هذه ضربة الجزاء، إصابة تعادل، إعادة الآن. كان ذكي في التنفيذ ديالو، الحارس مشى للجهة اليسرى وشيشة تيسجل في الجهة اليمنى من مرمى الحارس عادل المامور. مباراة لحد الساعة عرفت إنذار لأيمن يونس وطرد لمدرب فريق الزمالك تيمومي. اتجاه العزيز، عزيز تدخل احد المدافعين. لمريس، هدمو هدمو، وخطا خطا لانه جرو. هذا رقم 5 جمال عبد الله. الوقت اللي تغلطوا له اللعابه ديال فريق الجيش الملكي بين لمريس وتيمومي فاستعمل اليد ديالو. اظن الزميل الحمر بان اللاعبين الان ديال فريق الجيش الملكي يمكن يتخلصوا من ذاك الحراسه الفرديه المشدده، مادام ان الفريق ديال الزمالك هو الاخر غادي يبحث الان عن اخذ المبادره. اذا يمكن اللاعبين يتنفسوا شويه من ذاك الحصار الفردي اللي كانوا مشكلينه كل اللاعبين ديال فريق الزمالك على اللاعبين ديال فريق الجيش الملكي. 35 دقه تتمر من الشوط الاول. طارق يحيى، هدامو، والحكم يعلن على خطأ. حسينة، حسينة خراج المعترك والحارس عادل مامور. تنعيش الآن الوقت ضائع من هذه الجولة الأولى. دفع عادل مامور، وفي هذه الأثناء يعلن الحكم على نهاية الجولة الأولى من هذه المقابلة الجمع بين فريق الجيش الملكي وفريق الزمالك المصري، وهي مباراة الإياب برسم نصف نهاية كأس إفريقيا للأندية. كاين الموجودين الآن أيضا بالنسبة لفريق الجيش الملكي تعطات انطلاقة. ملاحظ أن فريق الزمالك اعتمد الآن منذ البداية على التمريرات الطويلة، التمريرات كتكون خاطئة. حمدي أخيرا دخل هيدامو، دفعوا أحد اللاعبين أو كان معه في صراع، ولكن الحكم خلى الامتياز مادام أن الكرة كانت عند هيدامو. سيرجع الان رقم 12 ايمن يونس. بودرع، بودرع دخل المعترك، مرر في اتجاه عزيز ولكن تصدى الكره احد المدافعين الرموكي. الرموكي لعند عزيز في الجهه اليمنى، لعند الرموكي، الرموكي مرر الكره ارضيه ولكن ضربت في احد المدافعين وخرجت للزاويه. زاويه لفائده فريق الجيش الملكي. اللي غادي يقذف هو التيمومي. ديال البدايه ديال الشوط الثاني،
شبيهه بالبدايه ديال الشوط الاول، دائما الضغط لفائده فريق الجيش الملكي. تيمو ما بدون شك غادي يقذف كره دائريه، حسين ايضا موجود مدى انه تضرب بالراس بطريقه جيده، تعطت الاشارات تقف كره دائريه وتدخل حال احد اللاعبين هو اللي استطاع باش يخرج الكره، احد اللاعبين هو اللي تيخرج الكره من داخل الشباك. يمكن ما يكونش الوقت ديال الاعاده، على كل حال غنحتفظوا بهذا الاقطار تما تقذف ضربه زاويه، مادام ان هناك ضربه زاويه ثانيه غادي يقذف مره اخرى التيمومي. محمد صلاح هو اللي تيخرج الكره من امام بعد ما انهزم الحارس. التيمومي مره اخرى، كل اللاعبين امام المرمى الى ما قلت داخل المرمى. التيمومي قذفه دائريه ارضيه ولكن يخرج الكره للزاويه. لحظات حرجه تيمر بها الدفاع ديال فريق الزمالك امام ضربه زوايا ديال اللاعب التيمومي، الزاويه الثالثه على التوالي. مره اخرى غادي يقذف مجموعه من اللاعبين امام الحارس. كره مره اخرى دائريه، حسينه وعزيز، ولكن دخل احد المدافعين تيبعد الكره. دائما الكره في اتجاه فريق الجيش الملكي، الكره عند هدايه التيمومي. التيمومي دخل المعترك ولكن سبق الكره شويه، كانت ممتازه هذه العمليه. يمكن الان نشاهد لك الاعاده الاولى ديال ضربه الزاويه الاولى اللي كانت تعطي الاصابه الثانيه ديال فريق الجيش الملكي. بالفعل كره دائريه والمدافع ينقذ الموقف. الفضيلي المريس شيشه، شيشه المريس تعطي الكره، تمكن منها تمريره ممتازه للجهه اليسرى، خطيره هذه المحاوله، هجوم ولكن العارضه، وحسين اخيرا تنقذ موقف. محاوله خطيره ديال طارق يحيى، تلاحظوا هذا الخطا اللي ارتكبوه المدافعين في الوقت اللي ندافعوا كلهم للامام، فخلاو طارق يحيى وهذا اللاعب اخطر عنصر عند الفريق المصري، فانفرد بالحارس وقذف قذفه كانت ممتازه ولكن العارضه تنقذ الموقف. لفت الشرط كره بعيده لمريس حميد، اعاده تمريره من رقم 14 جمال عبد الحميد الجهه اليسرى. نصر ابراهيم خدر الكره هدمو شيشه، شيشه التمريره ديالو ضائعه. جمال عبد الله، تيمومي، هيدامو في اتجاه عزيز تمكن من الكره ومرر، ولكن التمرير ديالو فقط ضعيفه، بغى يمرر لعند هيدامو ولكن مشات الكره خارج خط المرمى. فضيلي تيمومي، تيمومي لعند حسينة، حمدي بغى يمرر الكره لعند بودراع، مشات لعند احد لاعبين الفريق المصري. الكره في الجهه اليسرى عن طريق يحيى، هو والرموكي، تدخل الرموكي دائما الكره عن طريق امام حمدي، طارق يحيى وحمدي، طارق يحيى مرر ولكن في يد حميد. شيشه لعند عزيز خذا الكره هشام يكل، خطا كان واضح، لفت خطا الكره عند بودرع. حسينه خطا